نختاركم هما اللي تعرفوا عن المقاربه ما نشربوا هما قليله. المقاربه راهم خطيرين وراهم ياسرين وراهم ابطال. ماتينا باطح احنا الموريتانيين ماتينا قاعدين نعيشوا روسنا. بالنسبه للمغاربه متميزين حتى في اوروبا وعايش في اوروبا ودور تعود تشوف تما تشوف ماتين المغاربه متميزين في كل شيء. عادوا جنون المغاربه ويفتحوا مجازر عصريه وبالتالي الناس عاد قايشتهم. معناه انكم يا الموريتانيين المغرب غازيكم تقنيا وغازيكم بشريا وغازيكم بالافكار. وترال ولا يقول الموريتاني جزء من وراه قالها حتى بمجال الزخرفه ومجال البناء ومجال النقش هذا سيطر عليه كاملي. معناه ان اليد العامله الموريتانيه اللي كانت متخصصه في ذاك وكانت تجني منه رزقها اليومي وقوتها اليومي انقلع منها حيث من حيث لا تدري واصبحت هي عرضه لانها تتم تقوم بالاعمال الاجراميه ياك تحصل بها شيء. تقوم باعمال السرقه وتقوم باعمال كل شيء يقدروا يجبروا منه شيء بهم اللي الاعمال اللي كانت عندهم قلعت منهم. وهذا يالتنا نفكروا فيه ما خلوه يمشي يمر مره الكرام كله ما يمر الثاني الحبيب. وهذا ما اللي راني انا موجهه لاخوتنا احنا البيضان الحراطين بالذات اللي امتهنوا هاي المهن الحره اللي كانوا عايشين منها وانقرعت منهم انهم ما اللي يوجهوا كلامهم للحكومه الموريتانيه والرئيس موريتاني الين يضع هذه الخطه المدروسه من طرف المغاربه الين يضع لها حد. احنا في السنغال ما فينا اللي قد يمشي في السنغال ويفتح مجزره عصريه ويكتب عليها المجزره الموريتانيه. ما فينا اللي قد يتقصيفهم. ما فينا اللي قد يعد العمل. وبالتالي ارضنا مسيبه المدخره لا تقلعها من عاده كاع. مرحبا بك محمود. محمود المغاربه ترى عندهم تانو مسيطرين على اوروبا. ترى عندهم مسيطرين على اوروبا مع عند اسبانيا الى فنلندا. لا ما انا كيت اجبر سوبر ماركت ما فيه الا المغاربه. لا انا كيت اجبر خضار والله قرزال والله اي شيء ما هو ولكن لا المغاربه. سمعت هذا من عند اسبانيا الى فنلندا. ولا انا كيت اجبر كاميون يشوفير ما هو مغربي. هذه مسائل معروفه. ناس ويش مشتغلوا. لا هم جامدين شي لحد. المغرب راهو لك احتوى موريتاني كان مشاريع الاقتصاديه في البلد المغرب. شو هو هم ما في لحمه تنباع ما بايعينها المغارب ولا في حبه من خضره تنباع ما بايعينها المغارب ولا في شريك تسموه اللي بنحنا به كامل شرايك المغاربه. وذا اللي عندنا من شرايك الحوت هون عادوا متريزين المغارب والفضل اللي تسركي لهم موريتانيا عاد عن طريق البنوك اللي هم تجاري بنك. معناه ان الاقتصاد الموريتاني قريب من 30% منه عاد قابل المغرب. وهذا هذا 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 يالتكم تفكروا فيه هي مادة عاد اقتصاد مدخرة من داخل فيه وعاد محركته. هذا هذا راهو لك يقولوا لا شريك لي اتصال شريك لي اتصال قاعد رموين. يا اخي ما فيه مفصل من مفاصل التجارة موريتانيا ما عاد في المغرب. وبالتالي محركين شي قالوا الدورة الاقتصادية في موريتانيا من الناس من من من, من الناس اللي محرك الاقتصاد هون. وهذا غزو في حد ذاته غزو للتجارة المغربية. والنقل موريتاني من ومن موريتاني إلى القارة السمراء هم اللي عدلوها لهم
وبالتالي الناس غزاوي افريقيا كامله غزاوها عندهم افكار تجاريه غريبه، والناس عرفونها يحكمها لا الاقتصاد، وبالتالي موريتانيا قد لعب وسيطر عليها الاقتصاد ينقى ما تتحرك شي موضوعهم. لا عود بعد عارم عن ثغرة القرقرات عن مغاربة يقدوا قاع ما يشقلوها رغم لك علمك خاص رغم لك عندهم ميناء يقدوا تم وخلك مين مباشرة قيسين سينكا على بعض عود المسألة فايتك وعن لا يعود أكثر المتضررين منها الموريتان وأكثر المتضررين منها الصحراويين دي واحد من يعود جاي لها بغايته لا يقبل كارطيته والله لا يقبل شي عنده هون فرع ليه يمشي في الطائرة هيك الأخبار راهي ما عندك نران نشوف الطائرة ونشوف العائلات اللي ماشية معانا تتكون من 4 أفراد وخمسة أفراد جاية من المخيم جاية لي تقبل كارطياتها لما تقبل هنا ينقطع عنها نهائيا فرع ليه تقيم جاية لاني تجيهون وتقبل كارطياتها راي عقبك تفوت شهرين والله ثلاثة ما قبضهم فهمت إما تسجل حضوره هون لين قطعوا كارطياتها هاي المسألة على تعود فايتك وأكثر المتضررين لا يعود الله الصحراويين وراه ولك المخيم من راسه الذي يحرك فيه مات إياها من النعل من دفاقة من الجداريب جاية من دام المغرب والذي تلبس انت مات إياها ياسر اللي تلبسها مات إياها من دفاقة ومن النعل ومن المسايد جاية دام إله من المغرب أي مسائل على تعود فايتك فضلا عن خضرة فضلا عن ياسر من أمور ثانية فضلا عن الجوك دي توكد البيض وكرام ولك مدي جاينا دم إله ياسر من الأمور بات تعود متفاصل إذا فيهم اكتو هذا ني تعود موريتان عندها بديل يال تبع تقبرها ما لها تقبرها حتى قولوا عن ميك طريق قافلين النهاية يغار يعدلهم الخضرة ويعدلوا مسائلهم والمغرب قاعرها ولك مستغني عنهم حتى هم اللي لا يشق الميناء وتموتوا يرتفدوا واسمه يرتفدوا لك ما ينقايشين قايشين سيني قالتو تو رواية عدد انتم انا بعد حد يجد ارض شد اخبار رواية تعود بعد يجي متفاصلين فيها انا عنك يا سيدي الطار ظهر لك على ان يعود صالحة اكثر مصلحتها مع سوسيتي جنرال والله مع اي بنك ثاني البنك المغربي لا كيف بنوك العالم البنوك المغربية راهي بالمناسبة راهي في أوروبا راهي في أوروبا فيها مولي في كل بلاد السويس في فرنسا في بلجيكا راهم مالك مولي بنوكهم ما هو عنها وكالات بدي بنوك وراها قاعد في زرك في دكار راهي في زرك في دكار غير قاعد ما هو مهم والمهم كيف قلت تخرص شيء كان فيه مصلحة موريتانيا ولا ما فيه مصلحة القاعدة بعد اللي يقول الاقتصاديين على أنها أهم شيء في الاستثمارات هو وجود البنوك العادة الصف فيما السياسة ومثلا فيما أحد بشوفته على المغرب ما بات بردت فيه ذيك رواية ثاني مرحبا وسهلا شوف المغرب حاكم لك يدير قواري ما هم عند القرقرات غير في البحر خاط لك مستقبل يدير قواري إذا قبال القواري قواري بلا مارين المغرب يمشي يدير قواري تفهمت يدير قواري قبال من قدام الساحل يمشي قواري بلا مارين المغرب غير في التراب ما هم تخاط القرقرات غير قواري بلا مارين المغرب يلحقوا القواري قبال يعودوا عندها منها مسوحة لها كان قواري المغرب فهمتني والحوات كملوا ذيك الساعة 4 أيام ولا 5 جاوا الحوات كاملهم وشاوا بهم صاروا الداخل ما عند القوة الإقبال يحوتوا حوات لنقوا صاروخ